فرج؟ أنا بعرف قصدي يا فرج ما خليني أحكي قبل ما تقلي أنا بعرف. قلي شو رأيك باللقاء اللي صار بين عون وجعجع؟ ينقذني ويمرضني كمان. لقاء بين عون وجعجع؟ أنا بعرف فرج ما تجنني، كل العالم سمعوا فيها، ما تقلي ما سمعت فيها. إيه وأخيرا تم اللقاء بين عون وجعجع. خي انا مقبور عم بقلك ايه تم اللقاء بين عون وجعجع، وبالتحديد جعجع طلع عند عون عرابي. طلع عرابي؟ انا بعرف. خلصنا بقى يا فرج، قلي قولك في امل قريب، معقول يلاقوا حلول ويخلصونا بقى؟ فرج امل حلول؟ أنا بعرف هيدي النظرة. أنا بعرف أكد لي. إيه شو بتعرف؟ قلي كيف بدك يكون الأمل قريب والجنرال عم بيقول لكل العالم اللي عم يستقبلهم إنه بده يرجع يردهم للأيام اللي كان فيها ببعدها؟ أنا بعرف